قتل مدنيون وعسكريون واشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة وحظر للتجوال، هذا هو الحال في ذي قار المحافظة التي باتت دون نظام بالتزامن مع ارتفاع معدل الجرائم بحسب ما أكده نواب عن ذي قار، منتقدين دور القوات الأمنية ومتهمين قادتها بأخذ ما يطلق عليه بالعطوة العشائرية مقابل التخلي عن مهامهم. الوضع الأمني المتدهور في ذي قار هو انعكاس للأوضاع في محافظات البلاد الأخرى، حيث أصبحت سطوة العشائر أكثر قوة، ولا سيما حينما شعرت بالحاجة إلى ملء الفراغ السياسي والأمني بعد عام 2003 وفقا لتقرير جامعة لانكسر البريطانية الذي أكد أن النزاعات القبلية الدامية أصبحت شائعة في العراق بعيد انتزاع العشائر للسلطة من المحاكم والشرطة. مراقبون قالوا أن السياسيين في العراق أتاحوا المزيد من التمكين والتسليح للقبائل، فأصبحت القبائل جهات فاعلة قوية لها قوانينها القضائية الخاصة لتجنب اللجوء إلى السلطات بحسب معهد شاتام هاوس البريطاني الذي أكد أن المواطنين ما عادوا يثقون بقوات الأمن أو الحكومة ويفضلون الحصول على دعم قبائلهم المدججة بالسلاح، ولا سيما مع غياب المساءلة في العراق، حيث يقرر العديد من المتنفذين ممارسة أنشطتهم وفقا لقواعدهم الخاصة، ما يؤدي إلى استمرار الخلافات القبلية لأشهر وأحيانا لسنوات كما في محافظة ذي قار، تاركة العديد من القتلى غالبيتهم من سكان المحافظة الذين يقعون في خضم المعارك. ومحادثة مقتل العميد علي جميل أثناء محاولته فض نزاع عشائري بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة إلا شاهد على أن محافظة ذي قار باتت تعيش على صفيح ساخن وسط عجز حكومي في التصدي لسلاح العشائر المنفلت والمحمي من قبل أحزاب وميليشيات.